مشاهدينا الكرام حياكم الله. إنه اليوم الثالث من الشهر الثالث، ورب صدفة أن يرمز الرقم ثلاثة في عالم الأرقام إلى ثلاث: الحدس، الإبداع، والجرأة، وثلاثتها صفات في ضيفنا. قدم الكوميديا النظيفة بأسلوب السهل الممتنع، ونجح في جعل شفاهنا تبتسم ونحن ندمع. هو من جيل حالم شهد خيبات أمل كثيرة عبر عنها بشفافية في دراما أعطاها النضج فأعطته اللقب العميد. هلا وغلا بعميد الدراما السورية أيمن زيدان. نورتنا. شكرا لك على التقديم، وشكرا على الريبورتاج هيك الأخاز. سهل أكثر. الله يخليك يا رب. كيف لقيت المكان؟ وحشك؟ هذا بيتي كان لسنوات الحقيقة، وما زال وأثار بداخلي هيك ذكريات حميمة عن أيام خلت قدمنا فيها وزنك ذهب بنفس الاستوديو. أيوة صحيح، وما زال بيتك ودوم تنورنا وسعيدين بوجودك. تسلم يا أخي. شكرا. ناخذ القهوة مع بعضنا ونبتدي، يعني ما بيبتدي بالأحزان مثل ما يقولون، ولكن مثل ما يقول دائما الابتسامة، زرع الابتسامة على الوجه وايد صعبة. والحين إن شاء الله في صدد عمل جديد، الجزء الثاني من مسلسل يوميات مدير عام. خبرني، بعد 15 سنة من الجزء الأول للجزء الثاني، شو حيكون جديد؟ شو الجدوى من وجود جزء ثاني؟ هو الحقيقة نحن حتى عمليا يعني بأحداث المسلسل افترضنا أنه بعد مضي 15 سنة. بتعرفي في بعض الظواهر بالمجتمعات العربية للأسف ما زالت موجودة وتستفحت، الرشوة، الفساد الإداري، البيروقراطية، كل هذه المظاهر التي تسهم فعلا بعرقلة عجلة التطور الاجتماعي، بشوف واجبنا كفنانين أنه نتصدى لها ونلقي عليها الضوء، أملا بأنه تلاقي اهتمام من أجل البحث عن حلول ما مجدية للتخلص من كل عوائق التطور. هلأ الحقيقة بعد 15 سنة هي العيوب ما زالت موجودة، هي أخذت أشكال جديدة. حنكتب المسلسل بإيقاع هذه الأشكال الجديدة لهذه العيوب. يعني هلأ مثلا أنا بدي أجيبه على سبيل المثال، يعني هلأ في موظف مثلا معنا بهالمديرية ما بيلتشي، حالف يمين ما بياخد مصاري. أيوة. بس هو بيلتشي وحدات موبايل، فيعني أيوة. بيتحول له وحدات موبايل. يعني أنا جبته مثال، توفر له للعمل ظروف تقنية نعمل بإيقاع العصر. بتعرفي الجزء الأول قبل 15 سنة في مجموعة من التطورات التقنية اللي طرقت على العمل التلفزيوني لابد من الاستفادة منها على مستوى الصورة، على مستوى إيقاع المشهد، مستوى المكياج. كان في أكيب إيراني قدمنا، وإن شاء الله بيشوفوا الأحبة المشاهدين يعني اقتراحات بالميك أب استثنائية. حلو. المشروع بقي بنفس الوجع بنفس الهم الإنساني. في الجزء الأول أستاذ أيمن طرحتوا المشاكل، ولكن ما طرحتوا حلول لها. شوفي الحلول الحقيقة يعني أنا بعتقد أنه الدراما ليست بالضرورة معنية بإيجاد حلول. لو كانت الدراما هي اللي بتوجد حلول للمشكلات الاجتماعية يمكن ما كان في مبرر لوجود كثير من المؤسسات بالبلد. أيوة. لا، أنا بعتقد أنه حل المشكلة يبدأ من إثارة السؤال وطبيعة إثارة هذا السؤال، أن تلقي الضوء على العيب الاجتماعي وتعيدي إنتاجه بشكل أحيانا مضخم، أحيانا يعني يمتلك الصدق والعفوية. أنا بعتقد أنه إثارة أسئلة طازجة ومهمة بحد ذاته كفيل فعلا بأن يضع المشاكل على السطح، وبالتالي يدفع كل الجهات المعنية للبحث عن حلول لهذه المشاكل. ولا حتى في الجزء الثاني حاولت بطريق غير مباشر إيجاد حلول لهذه المشاكل؟ يعني نحن حاولنا نلقي الضوء على ما تسبب هذه المشاكل من وجع، وقديش هي بتشكل حالة عرقلة للتطور الاجتماعي فعلا، أو إعاقة للتطور. أيوة. الاجتماعي. هذا بحد ذاته بعتقد واحد من مهام الدراما الملحة يعني، وطول عمره عموما الفن يعني ليس هو إجابي عن أسئلة. الفن هو طرح مجموعة من الأسئلة الساخنة والمهمة. بالكوميديا بالذات هو التصدي لعيوب الواقع وإعادة إنتاج هذه العيوب بشكل يضع على السطح ويحرض المعنيين فعلا بالبحث عن حلول جدية لهذه. فنحن منسير أسئلة تستدعي البحث عن إجابات.
يعني شاهدنا كثير صور وبعض الصور من عندك طبعا اللي هي شليت اللحيه والحين رديتها، يوم شليتها بسبب مسلسل يوميات مدير عام، يعني يوميات يعني مدير عام شخصية احمد كان يحتاج انك تشلها. ايه طبعا هي والشنب لانه كان مشان يعطوني فرصه اتنكر اكثر، يعني أيوة. نعطي فرصه للتنكر. انا قدمت حوالي 10 شخصيات في هذا الجزء مختلفة عن الشخصيات التي قدمناها بالجزء الأول. وهو مدير عام دائما له عندي وقع خاص، ليس فقط بسبب الموضوع وأهميته، هو ما بخفي عنك هو امتحان أحيانا للقدرات، كيف يمكن لممثل أنه يعمل 10 شخصيات متباينة ومختلفة تماما ومقنعة. أيوة المشروع فيه جهد تمثيلي صعب. حلو. بصراحة الحين شخصية أحمد نفسها كم تشبهها من 1995 في الجزء الأول و2011؟ هو ما زال رجلا نزيها شريفا، ما زال طوباويا، يعني أنا بدي أقول لسه بشوف الحياة بقيمها، ما زال متمسك فيها. أنا بشوف أنه كل التغيرات اللي بتصير بالمجتمع أحيانا ما بنقدر نقول أنه الناس كلهم يعني هن أصبحوا جزء من الفساد السائد، ما زال هناك دائما بالحياة أشخاص شرفاء، بس قديش هدول لهم مكان تحت الشمس. أيوة. قديش هن ممكن يكونوا يعني مؤثرين وواضحين. أحمد عبد الحق واحد من الناس، كان مدير عام ما زال متمسك بمجموعة من القيم، يدافع عنا بصرامة، والحقيقة هذا الشيء أنا شخصيا نحن كجيل منحبه ومنتمنى دائما أنه يكون موجود، لأننا نرى فيه شخصيات الحلم. نحن كلنا جيل حلمنا بيوم من الأيام أن تصل الحياة إلى شاطئ أكثر بهجة أكثر أمان، وكل متغيرات الحياة المعاصرة موجعة لجيل بيوم من الأيام حلم بشيء تاني. صحيح. وجود شخصيات نفسها موجودة ولكن الأبطال تغيروا، الفنانين تغيروا، بعض الشخصيات، بعض الشخصيات، بعض الشخصيات، ومن أهمها زوجتك اللي هي كانت شخصية الحقيقة السيدة نادين. طبعا يعني أنا بقول خسارة أنها لم تكن موجودة، ووجود السيدة مها المصري كان مكسب حقيقة. الموضوع بتعرفي ارتباطات انشغالات طبعا. يعني هذا عمل احترافي. عموما التغييرات كانت بسيطة، تغيير بسيط وتقول المخرج تغير والكاتب تغير بعد، هل يعتبرها بسيطة؟ أنا أعتقد أنه بعد 15 سنة لازم يتولى المشروع يعني دفق شبابي خاص، يعني مع احترامنا لما قدم بالجزء الأول، وطبعا الأستاذ هشام شربجي واحد من المخرجين اللي بنعتز فيهم، لكن بعد 15 سنة في إيقاع آخر، في حياة أخرى، في نبض آخر. أعتقد أنه الأخ زوير قنوع كان واحدا من الشباب الواعدين، وبكل الأحوال بيكتمل الحكم بعد عرض المسلسل. أنا من المتفائلين في هذا المسلسل، بذلنا فيه جهد غير عادي، وأعتقد أنه هذا الجهد إن شاء الله يكلل بالنجاح يا رب. إن شاء الله، مع النشك بوجودك، مع النشك. أستاذ، استثمار أعمال درامية ناجحة وقديمة يخلينا نتساءل، القلم الكاتب جف خلاص ما قادر يطلع شيء جديد؟ لا، بس في مواضيع أحيانا الحقيقة قضايا عامة وأساسية تحتمل أن يكتب عنها عشرات المسلسلات. يعني أنا لا أقول أننا أعدنا أحياء جزء ثاني بمعنى الأجزاء. مشكلة الفساد، مشاكل الفساد البيروقراطية، الأنفاق فعلا الموجعة بالدوائر والمؤسسات الاقتصادية اللي بالبلد. طب هذه قضايا ساخنة على السطح، نحن كل يوم نسمع عن حالات ضبط وتجريد ناس من مناصبهم بحكم الفساد، بحكم الاختلاس. هذه قضايا أساسية لا تنتهي يعني الكتابة عنها ولا ينتهي الحديث عنها، هي مسائل ملحة. على هذا المستوى أرى أن الموضوع يعني مشروع أن تكتبي عشرات المسلسلات عن قضايا إنسانية موجعة. هي بس ما تنسبها لعمل ناجح قبل 15 سنة. شوفي، لو كانت الرغبة هي استثمار نجاح المسلسل لكان انعمل الجزء الثاني في السنة التالية أو بعد سنتين على الأقل، لكن أن نعود بعد 15 سنة، يعني منعرف أنه في جيل كامل لم يعي الجزء الأول ولم يعني يتعرف عليه، لم تكن الغاية إطلاقا بصراحة. دليل المسافة الزمنية بين الجزئين، نحن بعد 15 سنة عدنا للموضوع. لو كان استثمار لعدنا له بي يعني بفترة نجاح مباشرة خلال سنة أو سنتين. أيوة. يعني برأيك حنشاهد أقلام بقوة مسلسل مثلا نهاية رجل شجاع؟ موضوع الكتابة عموما بالدراما العربية
أنا بتقديري أن يعني المبدعين لم ينضبوا وما زالت هناك أقلام مبدعة لا تجف، لكن بصراحة ما بعرف قديش الحديث يعني مسمح لنا نسترسل فيه، لكن قوانين الصناعة التلفزيونية وقوانين الإنتاج المعاصرة الحقيقة هي لا تتيح لهؤلاء المبدعين أن يكونوا حاضرين بشكل صارخ وحقيقي. شوفي، في عيوب بآليات الإنتاج، بذهنية الإنتاج، منطقة بثقافة سائدة. ثقافة الدراما عموما الآن هي ثقافة سبونسر، ثقافة معلن، هو الذي يتحكم عمليا بالمسج، بالخطاب الجمالي والمعرفي. حتى تغيرت الحياة يا أخ نادي، تغيرت. هؤلاء المبدعين أنا متأكد أنهم يشعرون بكثير من الحسرة، لأنه المساحة أمامهم لم تعد كبيرة. يعني في ذوق عام سائد، أيوة، تروج له يعني مؤسسات. بس أستاذ أيمن، بين خلينا نقول بين الكوميديا والتراجيديا، نلاقي مثلا القنوات العربية بشكل عام تحرص على وجود العمل التاريخي أو التراثي اللي هو من البيئة الشعبية السورية أو حتى السيرة الذاتية، ومثلا الأعمال الكوميديا تنظر لها بنظرة شوي دونية. للأسف للأسف فيعني هذا شيء موجع للأسف، مع أنه الكوميديا هي الفن الأصعب والأعقد. الكوميديا يعني من يعمل بها هو عاري، لا يستطيع أن يتوارى أو يختبئ وراء كادر ولا وراء ظل ولا وراء ضوء، هو عاري حقيقة. وبعدين العمل الكوميدي عندما لا ينجح يهوي، يعني يسقط، ليس هناك حلول وسط بالتعاطي مع العمل الكوميدي. بالضبط. إما أن ينجح وإما أن يفشل بالمطلق. الدراما الاجتماعية بيقدر الواحد يتخبى وراء أصبعته شوي، يعني بيقدر أحيانا أنه يتخبى. بالكوميديا لا أعتقد أن هذا الأمر. على سبيل المثال، نحن فينا هلأ نحكي عن عشرات النجوم بالعالم اللي هن بيعملوا الدراما ملفتة، ولو جينا نعد كم مخرج كوميدي بالعالم، كم ممثل كوميدي بالعالم، بعتقد أنه ما راح يتجاوز أصابع إيدينا. صحيح. هذا لأنه فن صعب، وتاريخيا هو كان فن صعب. صحيح. مشان هيك النظرة له بهي الطريقة الإنتاجية حقيقة هي نظرة ظالمة، لازم يعاد النظر فيها. لكن أي كوميديا، وشو يعني كوميديا كمان، هو هذا المفهوم بتعرفي، يعني كثير من الأعمال التي لا تحمل أي قيمة اندرجت تحت هذا المصطلح. نتفق على توصيف أساسي، ما هي الكوميديا، ما هي الكوميديا اللي منحتاجها، أي كوميديا اللي عم نحكي عنها، كمان هذا الموضوع رحب وواسع. صح. نتكلم عن كيف، هل سهل رسم الابتسامة في وجوه المشاهد والقلب يدمع؟ مشاهدينا تريونا بعد الفاصل. أستاذ أيمن، للحين قادر تزرع الابتسامة على وجه المشاهد مثل ما قلنا، وفي حزن في قلبه أو في اللي محيط فيه، استوى الحزن أقوى وأشد من أول؟ لا شك، يعني أنا بمر بمرحلة صعبة صلي أشهر، بس بعتقد أنه هي رسالة المهنة تبعنا، والموضوع بيتطلب جهد كثير كبير. أنا أصعب مراحل، يعني أصعب عمل مريت فيه بحياتي هو يوميات مدير عام الجزء الثاني. يعني كيف يمكن أنك تعملي كوميديا وأنا بمر بظرف شخصي وقلبك حزين شوي مؤلم؟ لكن هي رسالة المهنة، يعني هذه هي رسالة المهنة. لازم يكون عندنا القدرة أنه نحقق هذا الفصل الحقيقة بين مشاكلنا الإنسانية والشخصية وبين مشروعنا المعرفي والتنويري والفني. وهي مرحلة، يعني هو شغل على المستوى النظري يبدو سهل، بس هو على المستوى العملي الحقيقة معقد. أكيد وصعب. أكيد أكيد. تجربة تقديم البرامج كيف لقيتها من خلال برنامج وزنك ذهب وبرنامج لقاء الأجيال؟ أكيد على قناة أبوظبي، كانت وقتها أبوظبي بس، وزنك ذهب ولقاء الأجيال أبوظبي الأولى. صحيح. كيف تقيم تجربتين؟ يعني الآن هم لديهم، يعني عندي ذكريات كتير خاصة، لأنه المشروعين انعملوا بجو كتير حميمي وكتير دافي، وأتيت للمشروعين أنا بصراحة لأني استهويت أفكار. مثلا وزنك ذهب هو برنامج معرفي،
كان الرهان في كيف نستطيع أن ندخل إلى الجانب الشخصي للمتسابق، يعني أن نتجاوز حالة السؤال والجواب لندخل للفضاءات الإنسانية للمتسابق، لأحلامه، لطموحاته، لتركيبته. كنا نستنبط بعض اللحظات الطريفة الممتعة، بتعرفي لأنه دائما البرامج المرتبطة بالمعلومة برامج جافة، كيف يمكن لنا أنه نعملها أطراف فيها نبض مختلف. سوبر ديو كان سؤال، يعني أنا بسوبر ديو اكتشفت للحظة أنني لا أعرف ابني الذي أعيش معه دائما. الفكرة بحد ذاتها كانت فكرة، يعني كأب أنا قدمت البرنامج كأب بمشاعر أب الحقيقة، وحقق لي حتى اكتشافات شخصية بالنسبة لي. ربما وزنك ذهب توفرت له مناخات إنتاجية أعلى بكثير، يعني سوبر ديو كان برنامج يستحق مزيد من ما بقول الإبهار، فخامة يمكن أكثر. مزيد من الخدمة الأعلى، لكن بحد ذاته بيحمل رسالة كتير كتير مهمة بهالأيام، هو هذا الحوار المفقود الحقيقة، والعلاقة بين الأب وابنه، بين الأم وابنها، بين الأم وبنتها. أيوة، يعني فعلا شكلته ديو كان سوبر بينك وبين نوار، يعني ما شاء الله عليه، ابتسامته، سرعة بديهته، شخصيته، يعني فعلا يخليك تقول هذا الشبل من ذاك الأسد. الله يخليك. كم حسيت أنه هو يشبهك أو هو شخصيته قريبة عنك؟ نوار أصغر أبنائي، وأنا بشكل لي بصراحة معنى خاص، طبعا كل أولادي يعني جزء مني، لكن هو له معنى خاص لأنه كتير قريب مني، وطفولته معظمها عاش بكنفي يعني، وهو حتى يعني في تأثير متبادل بيني وبينه. هلأ قديش بيشبهني، هو نوار طموح، هو مهووس بفكرة الفن والإخراج والجري، محدث، عموما لديه ملكات كتير خاصة، هو كتير قريب مني، كتير قريب مني. ولكن مثل ما عم قلي خلال رحلتنا بالبرنامج اكتشفنا بعض أكثر. أيوة. اكتشفنا بعض أكثر. نبي نطمن على صحته، كيف نوار اليوم؟ الحمد لله. في شيء بالحياة اسمه الإيمان، دائما هذا الإيمان، وأن هناك قوة عليا هي الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله. بقدر ما يزداد إيمان المرء، بقدر ما تخف آلامه وتخف مصابه، يعني الحمد لله، الحمد لله، هو امتحان رباني، وسنكون بإذن الله على قدر هذا الامتحان، وإيماننا بالله قوي، وطالما الرب موجود يعني أعتقد أنه الأمل موجود. الحمد لله، يعني هو الامتحان صعب بس إن شاء الله، الحمد لله، إن شاء الله بيعدي. مستمر بإذن الله، بإذن الله، بدعاء الوالدين يا رب، بالدعاء إلى رب العالمين اللي رب ما يخذلنا أبد بإذن الله، أنه حيكون معافى ربنا كريم، ونحن يعني سنكون له عبيد يعني مخلصين، وهذا الإيمان هو اللي بيقوينا وبيخلينا نتابع مشوارنا، ولدينا جرعة كبيرة من التفاؤل طبعا. وربنا يحب عبده يسأله ويكثر في السؤال. نوار مستمر في العلاج؟ مستمر يعني هلأ بالمراحل الأخيرة من العلاج، يعني إن شاء الله يا رب. ليس هناك يعني إجابات حاسمة، أنا لا أمتلك الآن إلا إحساس بالأمل، يعني إن شاء الله، والله كريم. الله كريم ونعم بالله. إحنا كان لنا لقاء مع نوار، وحسينا من هذا اللقاء قوته، قوة إيمانه وعزيمته. نتابع مع بعض هذا التقرير. كريم، بما أنك ثقافتك أجنبية، أنا بشبه براد بيت. أنا مين بنظري هو الأب المثالي؟ مين؟ والله أنت. يعني هاي فرصة بتسمح لي أني أحكي أنه نحن كثير أصدقاء وكثير منحب بعض، ولولا هيك ما شفتونا هون، وأنا كثير بحبه لبابا وبدي بوسه هلا. المرض غير فيني كثير. أول شغلة وأهم شغلة علمني إياها إنه الواحد إذا بده يعيش فلازم يكون في شيء مهم يعمله بعيد الحياة، يعني لازم يقدم شيء، لازم يستغل الحياة بكل معنى الكلمة. فبتخيل إنه هي واحدة من أهم الشغلات اللي علمني إياها، ووطد كتير علاقتي بها. لقيت خبر نوار، يعني مثل السائقة نزلت علي،
وعلى العيلة يعني بشكل عام يعني. فكان صعب علينا كثير. عمان غير الحمد لله. أنا كنت أقوى من الأهل بهاي المرحلة لأنه يعني هنن شوفي الواحد رح نحكي نحن بأسوأ الأحوال. هلا بأسوأ الأحوال ممكن الواحد يمرض ويموت. هلا أنت بقى ما بقى تحسي بشي. يعني أنت أنا بتخيل إنه في آفاق تانية بتروحي عليها. في حياة تانية أكيد هذا أكيد. قناعتي يعني بس الأهل بقى يعني رح يغصوا كتير شوي. شوف أخي أيمن شعور يعني اتجاه كل أب لابنه. ممكن أنا واحد ينجرح ابنه جرح يعني تلاقي يتأثر يتضايق. وشوف أيمن يعني أيمن الله يصبره. أنا محطوط تحت أمر واقع فأنا بالنهاية يعني إذا يئست وتضايقت وعصبت فأنا ما رح استفيد بالعكس أنا رح نازل. بس لما أتفائل وحاول يعني أنا أهم شيء أني أنا عم مارس حياتي تقريبا بشكل طبيعي. عشر سنة صلنا منفصلين من أبي وأمي. يعني شوي هاد الإحساس تبع الولد والأمومة وكذا أنا شوي مفتقته لها يعني لأسباب هي ظروف حياة ظروف اجتماعية إلى آخره. فهي العلاقة ما بتشبه باقي العلاقات بين الأم والابن. صدمت بصداقات كتير أكيد. اتفاجأت لأنه أنا شخص يعني يا بحب يا ما بحب يا بقرب يا بعيد. طموحي الأوسكار ورح ضل ماشي بهذا الاتجاه لحتى يوما ما أخذها. لأ أنا مصر على هذا الموضوع يعني ما في شيء أبدا رح يستوقفني لأن كان عارض صحي ولا كان يعني ولا أي شيء. مصر ورح ضل حارب وقاتل لحتى أوصل له. ما بحسن اقول لك شو بحس لانه يعني ما بظن في كلمه ممكن تعبر عن هذا الشعور اللي انا بحسه. فما يعني انا ما رح استنجف. شو رايك بالكلام اللي قاله؟ يعني بيفرحني انه هو قوي وان شاء الله بيضل هيك. و يعني لسه يعني متفائل وريحني بجملة هذا انه لسه في فضاءات تانية في حياة اخرى مؤمن فيها ان هذه الحياة الاخرى فيها خيارات لسه. صحيح. ان شاء الله يا رب تعدي على خير. ان شاء الله. عنده قناعات حلوه عنده قوه الحمد لله. يعني انا اقول هذه نعمه من الله. الحمد لله. وشخصيته حلوه عنده اراده عنده طموح وهذه كل هالامور اعتقد بالتأكيد تساعد. يعني صحيح. أنا بالمناسبة يعني بتتذكري دردشنا مالي حابب يكون في مسج ميلودرامي بس أنا حبيت بنوار إنه هو حتى بيعمل رسالة لكل يعني مرضى السرطان إن يكتسبوا هذه القوة. إنه طبعا يعني أنا لا ليس لدي رغبة أن أصدر وجعي يعني أنا حتى ما لا طبعا ما بحب هيك بس الحقيقة هو حابب يعبر عن أفكار وبتعرفي أنا لم أكن موجود أثناء هذا الحديث. أيوة أيوة. بس يعني هو رسالة لكل طبعا اللي بيمروا بالامتحانات. خير مثال لكثير من الشباب اللي ممكن يمروا بهذا الظرف. وإن شاء الله يعني فعلا ربنا لا يخذ لك ولا يخذ له وفعلا بإذن الله يوصل البر الأمان وصحته تكون بألف خير بإذن الله. بإذن الله. احنا محضرين لك مجموعة صور بنشاهدها مع بعض وبنتابع حوارنا من خلال الصورة ونشاهد أول صورة ونعلق عليها. اشتغلنا سوا بالبدايات ممثل يعني مجتهد وما عندي شيء تاني. في خلاف بينك وبينه؟ لا يعني أنا لا ليست خلافات يعني خلاف جوهري ونحن هلأ بعمر ما عاد هذا عمر الخلاف
ممكن يكون في اختلاف وجهات النظر، يمكن، لكن ما في خلاف يعني صريح. هو قال وصرح بأنه يفترض على جيلكم أنه يعني يترك الساحة للجيل الجديد عشان يعطي فرصة أوسع له، تتفق معه في هذا الرأي؟ أنا بختلف مع اللي بفكر بهالطريقة، وهذا واحد من أسباب الحقيقة الاختلاف. أنا أعتقد أن الساحة تتسع للجميع والحياة أرحب بكثير من أنه يصادر مجموعة من الأشخاص أو يعتقدوا للحظة أنه يمكن إزاحة الآخر. شوفي، نحن بالعالم العربي أحياناً نعاني من ثقافة إلغاء الآخر، هذه مشكلة كبيرة. بيقولوا العوام دائماً اللي ما له قديم ما له جديد، طبعاً ما له أول ما له آخر، والذي لا يكون وفي لمن، يعني أنا إذا لم أكن وفي لرواد التجربة ما قبلي الحقيقة لا أستطيع أن أتطور ولا أن أكون فعلاً يعني أكتسب قيمة كتير خاصة. لا، أنا بختلف مع وجهة النظر، لأنه المشهد يتسع للجميع، والحقيقة الإنتاج المبدع هو اللي بيحدد مكانه على هذه الخارطة. وفي الآخر العمل الدرامي يحتاج كل الأعمار، يعني في سنك لما كنت مثلا قبل 20 سنة ولا 30 سنة قدمت أدوار، والحين صحيح هذا أمر بديهي، يعني أنا بستغرب أحيانا، لكن هذا حماس بيتعلموا شوي، يعني بعتقد سنوات قليلة يدخلوا عمر الخمسينات وسيدركوا كم يكون مؤلم لو حدا قال أنه على هذا الجيل أن يستريح وأن يفسح المجال. لا، المجال يتسع للجميع. توكم نضجتوا فنيا. لا والله أنت يعني بس هي النجاحات المباغتة أحيانا بتترك نتائج. والله يا أستاذ دايماً ناضج من أيام رجل شجاع. خلي لي ياكي يا رب. أيضا متهم بالنرجسية. شوفي دائما الفنان سامر المصري قال أنه أنت يعني عندك نرجسية. ما بعرف هي التوصيفات استخداماتها، بس يعني ايه، للآخر الحق أن يقول ما يريد، خلينا نكون ديمقراطيين، ولنا الحق أن يعني نقول هذا الحكي صحيح ولا مو صحيح. النرجسية مسألة أنا يعني شخصيا أبعد ما أكون عنها. أيوة. لا، وبعد قال إنه اللي مثلا يعتذر عن عمل معك خلاص يعني يصبح ملغي في من قاموسك. أنا ما عاد عندي قاموس أصلا بالإنتاج. لا. يعني أنا شخصيا الآن أعمل بهدوء وببساطة وخارج السياق. أيوة. هكذا يعني مستوى من الحوار. يعني برأيك الساحة الفنية مساحة الجحود فيها أكثر من الوفاء؟ يمكن للأسف المساحة الحياتية بالسنوات الأخيرة ظاهرت الجحود موجودة، وهي على فكرة موجعة جدا. الساحة الفنية مثل أي قطاع آخر بالحياة، هناك من هو جيد وهناك من هو يعني مثلا نبيل، وهناك من هو يعني شوي هيك، كما الحياة طبعا. بكل مرافقة، بكل أحوال أنا بحب أقول أنه بعد رحلة العمر وبعد التجربة وسنوات النضج والحكمة تتغير كثير من الأفكار اللي بيطرحوها الشباب بذروة حماسهم وبذروة نجاحهم. المستقبل لديه إجابات على الموضوع، لكن الجحود ظاهرة، يعني عيب إنساني موجود، كما موجود شيء خير في الحياة في عيوب بالحياة، ولكن استوى الأكثر كأنه للأسف. بس بعد فترة لما بتستقر شوي الحياة، شوفي نحن بالدراما عموما اجت نجاحات مباغتة مفاجئة، وهي أشبه بالولادة، بتعرفي مخاضات الولادة وآلامها وتفرز يعني مشاكلها، أنا بعتبر هي مشاكل ولادة النجاح. لكن هي بالجوهر نحن تربطنا ببعض، أعتقد على المستوى العميق الإنساني وراء كل هذه الصغائر في بيننا ذكريات ورحلة عمر. يعني سامر اشتغل معنا سنوات طويلة، على الأقل يعني كان في كواليس حياة شخصية لا أعتقد أن الأيام ممكن أنه تلغيها، هي بتضل أعمق، وهي الفورات السطحية بتعدي. جاهز للصورة الثانية؟ يلا ناخذ الصورة الثانية. نجدة أنزور، أنا ما راح طيل بالحوار، بس راح أقول هو كان رفيق التجربة الأولى والأهم بحياتي، وكان شريك إبداعي حقيقي. عملنا مع بعض 4 مسلسلات، هني نهاية رجل شجاع، أخوة التراب، تل الرماد، والجوارح.
وأعتقد أنه واحد من الموهوبين الاستثنائيين بتاريخ الإخراج الدرامي التلفزيوني. أنا أكون له كل تقدير، وبعدتنا الأيام باختلاف المشاريع، لكن ليس هناك اختلافات شخصية. ما زلت أقول أنه مخرج مهم ولديه يعني قيمته ومكانته. هل البعد عنكم أو الهجرة صارت بينكم بين بعض اختلاف أيضا في وجهات النظر؟ دائما يعني هذا شيء مشروع. أنا بعتقد أن الاختلافات بوجهات النظر هي بتعمل بتشكل مشهد فني متنوع. لو كنا كلنا متفقين على وجهة نظر واحدة لكان لدينا دراما رتيبة. نحن الحقيقة الاختلافات مشروعة، اختلافات بوجهات النظر ضرورة أحيانا لحتى يصير المشهد الدرامي مشهد متنوع، هو اختلاف بوجهات النظر الفنية. طبعا صرحت وقلت بأنه نجدة أنزور أصبح عبئة علي كمان بسنوات الاختلاف، يعني وهناك تصاريح مشتركة ليس عبئا علي، قلت أن علاقتنا مع بعض هي عبء على المشروع الفني الذي سيجمعنا. طالما في اختلاف بوجهات النظر أعتقد الفضاءات مفتوحة لأن يذهب كل منا ويبحث ويجرب، بس المهم بالنتيجة أن نكون أوفياء لمشروعنا الفني، أوفياء للرسالة اللي نحن مسؤولين عن إيصالها. هل قصدت في عبء بأنه لأنه نجد أنزور أعماله دائما تسيب وجع راس مثل ما يقولون، أو دائما يصير عليها خلاف وقال وقيل؟ لا هو هذا شكل من أشكال البروبوغندا اللي عادة تنعمل لحتى تروج لعمل. مو دائما هي البروبوغندا حقيقية، يعني قد تكون هناك يعني قد يكون ضجيج إعلامي لمشاريع هي عمليا لا تمتلك كل هذا شكل من أشكال الماركتينج، ما بعرف شو بيسموه، كيف الناس بتسوق حالها بتسوق مشاريعها، وهذا مشروع بالإعلام المعاصر. يعني بس مثلا مؤخرا آخر عمل لها ومملكة أيمانكم شاهدته وتابعته؟ لأنه كثير يعني استوى عليه اعتراضات من جهات مختلفة وتحديدا شيوخ الدين. ليس كثير اعتراضات شهدت؟ ولم يكن هكذا. المسلسل عرض بأمان على محطات التلفزيونية، على أكثر من محطة، وأنا أعتقد لو كان هناك اعتراض حقيقي من رجال دين لما عرض المسلسل، يعني أو على الأقل كان تعرض للإيقاف أو للحذف. لا لكن يعني في يبدو أسئلة جريئة ممكن تكون. نجدة أنزور صرح وقال بأنه لا يوجد يعني فنان سوري يقدر يجسد دور الأب عندنا، تتفق معه؟ أنا أتفق مع أي أحد بيقول أي شيء بده إياه، يعني أي شيء بده إياه له الحق يعني، وكما يريد أن يقول. بس أنا بقدر أقول بالعموم، ومو رد على نجدات، بالعموم أن الدراما السورية إذا كان حققت نجاح فالممثل بشكل واحد من طبعاً الأعمدة الأساسية أساسي لهذا النجاح. صحيح. كانت لك تجارب إخراجية؟ عملت تجربتين. كيف؟ قيمت أنا عملت يعني تجربة اسمها ليل المسافرين وتجربة اسمها طيور الشوك. وليل المسافرين مشروع عرض على تلفزيون أبو ظبي، وللأسف يعني هي سوء طالع أحيانا بأنه يعني هو أوقف عرضه بالتلفزيون السوري أعتقد بمنتصفه تقريبا، لأنه بتناول شوي كانت العلاقات التركية، يعني لأنه بتناول فترة حرجة بصيغة حرجة. طيور الشوك أنجزناه. أنا قدمت اقتراحين حسيت فيهم، قدمت فيهم شيء كما أراه، واقتراح هو اقتراح. والآن بالمناسبة أنا لدي إن شاء الله مشروع لمسلسل اسمه ملح الحياة، كاتبه الأديب حسن ميم يوسف، وكمان كمخرج خلال أيام قليلة يفترض أن نبدأ به، ومن إنتاج مؤسسة الإنتاج السورية وهي مؤسسة جديدة، وإن شاء الله بيكون مشروع يعني مهم يا رب. أكيد ما تقول أنت فيه أكيد. خليك يا غالي. نشاهد الصورة الثالثة. ميادة بسيليس، الصوت الذي يرافقني حقيقة، يعني هي من أحب المطربات السوريات إلى قلبي، وبيننا وهي وزوجة صديقي الأستاذ سمير كويفاتي بيننا يعني وشائج عميقة جدا ورحلة عمر طويلة يعني أكثر من 20 سنة. هي المطربة الوحيدة التي أنا يعني أخرجت لها فيديو كليب، يعني أنا ما كان عملت لها 3 أغاني أنا، وكتبت لها أغاني؟ لا كتبت لها أغنية وأخرجت لها 3 وثلاثة. هي صاحبة صوت آسر، وهي على المستوى الشخصي أخت غالية و...
وقريبة يعني، وكيف بدي أقول لك نحن عائلة واحدة. يعني إحنا سامعين إنك تكتب قصص كنا عارفين، بس تكتب الـ 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 الأغاني والشعر ما كنا عارفين. شوفي لما بيكون أمامك أحياناً صديق مبدع محرض بيحفز عندك طاقات قد تكون كامنة موجودة، أحياناً صوت سحري كيف بيرحلك لفضاءات لم يكن يخطر ببالك أن تذهبي إليها يوماً ما، وهذا سر الإبداع وسر يعني التجربة الإبداعية المشتركة اللي بتحرض الآخر وبتفتح آفاق جديدة. هل حد غنى لك غير؟ لا لا، أنا كتبت أغنية، أغنية واحدة. ما رح تكرر هذه التجربة؟ لا إن شاء الله، لا عندنا مشروع مع السيدة ميادة بعد. أكيد. حلو أكيد. حلو. أيضا تجربة الكتابة القصصية من خلال ليلة رمادية. ليلة هي مجموعة يتيمة أنا كتبتها مكونة من حوالي 11 قصة، أنا لم أنشرها يعني لأطرح نفسي كاتبا، أنا نشرتها لمجموعة من الأصدقاء حوالينا، يعني مشروع قصصي. هي باختصار أشياء بتحسي فيها جواتك، بترميها على الورق، بتشوفيها أنه جديرة بأن يعني تنقل هذه التجربة الخاصة للآخر. أنا وجدت فيها يعني شيء ما خاص فعملت المجموعة. حلو. ليش سميتها رمادي؟ ليش مش أبيض وأسود؟ مش مو الأبيض والأسود أوضح؟ هو أوضح الرمادي، أنا أخذت من الأتموسفير العام، الليلة الشتائية التي تكون رمادية، اللي فيها شوفي فيها مساحة للحزن أكبر. قد يعتقد الناس بكثير من الأحيان أنه الأسود يثير مشاعر